المرمى تربس أوقاتكم. الهلاليون ينهون اجتماعا في ضيافة نواف محمد ويناقشون مستقبل الأزرق وملامحه في الموسم الجديد. أمير كردي السعودي الذي لا يتحدث العربية، هل يغادر الأهلي إلى فريق محلي آخر؟ ظهير الأخضر ضيف في المرمى. في استعادة لأحداث الموسم، كيف يمكن تقييم مستوى الحكام وهل تأثرت النتيجة النهائية بقراراتهم؟ وعلميا، إعادة تأهيل اللاعبين بعد انتشار فضائح تخصهم على وسائل التواصل الاجتماعي. السلام عليكم. أنهى أعضاء شرف نادي الهلال قبل قليل اجتماعهم الذي كان في ضيافة الأمير نواف بن محمد عضو شرف النادي. وفود الأعضاء بدأت في التوافد على منزل عضو الشرف الكبير منذ 8 مساء. مراسل العربية رصد ذلك. 8 مساء بحسب توقيت الرياض، الكاميرات والإعلاميون ينتظرون وصول صناع القرار الأزرق، يترقبون أعضاء شرف الهلال المدعوين لحضور اجتماع اختير له منزل الأمير نواف بن محمد عضو الشرف الهلالي. سيارة الأمير أحمد بن سلطان تغادر البوابة الرئيسية بعد أن كانت أقلت الأمير للاجتماع المرتقب من محبي أزرق الرياض. في هذا الوقت عضو الشرف أحمد المقيرن وصل، سيارته الرنج روفر تتفادى الكاميرات وتبتعد عن الإعلاميين الباحثين عن كلمة أو تصريح. بعدها بدقيقة الأمير فيصل بن سلطان يحضر، ما إن يقترب منه المصورون إلا وتتحرك سيارته تدخل من البوابة الرئيسية. الشأن الذي ينتظر الهلاليون مناقشته أهم من أن يتوقف أي منهم للحديث مع الإعلام. الرئيس الهلالي السابق يصل، محمد الحميداني يبادل الموجودين السلام لكن لا يتوقف، ثم عضو الشرف بدر الحماد بسيارته التي تدل على عشقه، يصل بعده فيصل الشهيل الرئيس الهلالي الأسبق. الأمير فهد بن محمد وصل إلى البوابة الرئيسية، ما إن شاهد كاميرات الصحفيين حتى طلب من سائقه أن يتجه إلى البوابة الأخرى. أتى بعده صالح الصقري ثم موسى الموسى، بعده حضر الأمير خالد بن طلال. التحديثات ترسل والأخبار تصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى الوسائل الإعلامية. الشاي والماء يصلان إلى الإعلاميين لكنهم لا يريدون سوى المعلومات. بعدها يصل الأمير سعود بن محمد العبدالله، وأخيرا رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، آخر الواصلين وأول المطالبين بهذا الاجتماع الذي بدأ ما أن وصل الرئيس وأوصدت بعده الأبواب. مراسل العربية ينتظر أن يحصل على معلومة جديدة يبحث عنها. هذا الحارس يرده بابتسامة تعني أن الطريق موصدة، فالأمر سري بالداخل. بعد انتظار يقرر الإعلاميون المغادرة وانتظار باقي التفاصيل. محمد القناص، العربية. وعلى الهاتف يلتحق بنا صاحب السمو الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال. سمو الأمير أهلا بك معنا. كان الهلاليون في ضيافتك الليلة في واحد من أهم اجتماعاتهم في السنوات العشر الأخيرة. أولا، كيف تصف نهاية الاجتماع أثناءه وبعد نهايته؟ أولا الاجتماع بدون شك انه اجتماع مهم، لكننا دائما احنا نجتمع متى ما اراد مجلس الاداره ورئيس النادي لاي ظرف كان، نعم، في اي وقت. الحقيقه ظروف النادي والالتزامات كانت واضحه على العمل الاداري في نهايه موسم. يريد الامير نواف ومجلس الاداره ان يكون، نعم، بداية الموسم القادم يكون أقوى وفي نفس الوقت لا تعيقه بعض المشاكل. ممتاز. اللي أعاقت النادي في العام الماضي. الحقيقة كان اجتماع ممتاز، وكان هناك اقتصر على أنه مجلس الإدارة عرض على أعضاء الشرف كل الأمور المالية مع المالية هذا الموسم بالذات، كم الدخل وكم اللي صرف وكم الباقي وكم هي الالتزامات. جميل. وهي الأمور العائقة أمامه، فكان هناك
يعني تبرعات سريعة جدا من أجل أن يكون في ظرف 3 أسابيع يحل الأشياء الضرورية التي لا تحتاج إليها. وهذا ما تم الحمد لله في ظرف يعني نص ساعة أو ساعة إلا ربع كان المطلوب الحمد لله متوفر. وفي نفس الوقت أعطي لمدة 3 أسابيع بحيث أنه يكمل ما هو مطلوب من أعضاء الشرف أن يلتزموا فيه. جميل. وأن يقوموا بتعمل فيه. فهذا الحقيقة يعني كان عمل يعني جماعي والجميع يعني تجاوب مع الموجودين أو اللي حضروا أو اللي كانوا معنا تواصل معنا يعني من الخارج. جميل. سمع الأمير، يعني ما أعتقد أنه حتجاوب لو سألت كم التبرعات، هذا من حقك، لكن أبغى أسأل تم سد العجز المالي اللي تحدث عنه الأمير نواف؟ العجز المالي واضح لنا بالنسبة لنا طريقته وأسلوبه والأشياء اللي مطلوبه أنها تسدد. نعم. أشياء مهمة لازم تسدد الآن يعني في ظروف أيام وأسابيع، هذا اللي كان الحقيقة أيه. مهتمين فيه، وهذا اللي الحقيقة ما تم يعني التواصل إليه مع مجموعة من أعضاء الشرف، والحمد لله استطعنا أننا ننهي هذا الموضوع بهذا السرعة. ممتاز. يعني الهلال لن يكون هناك لديه عائق بالنظام الجديد في التسجيل في الموسم المقبل إن شاء الله. إن شاء. جميل. سمو الأمير، هل تم مناقشة استقالة الأمير نواف بن سعد؟ لا 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 ابدا، احنا تكلمنا في هذا الموضوع بغض النظر يعني عشان تكون انت بالصوره. نعم. استمر الامير نواف، يجب ان هذا الالتزامات الماليه ان تسدد. اللي بيجي بعده او انه لو بيجي واحد بعد الامير نواف الان يجب ان يلتزم اعضاء الشرف. ممتاز. ما هو فالقضيه مي قضيه من يكون رئيس نادي الهلال. ممتاز. القضيه التزامات نادي الهلال، وهذا ما مضي اعضاء الشرف. القضيه هو الهلال. نعم، الأول والأخير. جميل. اسمع الأمير، لم يكن هناك مطالبات بأن الرؤساء السابقين يسددون ديونهم؟ لا 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 لا, لا, لا هذا كلام ما عندنا إحنا، هذا الكلام إحنا من يلتزم من العمل عمل جماعي. الرؤساء السابقين كلهم قاموا بعمل مشكور، قدموا تضحيات كبيرة. ممتاز. عملهم كنا في شفافية أمامنا بالنسبة لنا إحنا. نعرف إحنا الأمور هذه، ولم يكن في هذا الموضوع إطلاق، ولم نتطرق إليه من قريب ولا من بعيد. ممتاز. إحنا نتكلم عن نادينا، نتكلم عن الأمور المطلوبة. وقد قامت أو قام أعضاء الشرف الحقيقة بعمل جبار. ممتاز. طيب سمو الأمير، هل تم التطرق للموسم الهلال في 2017؟ الموسم الجديد شكل الهلال. احنا تكلمنا الان فيما يتعلق بالامور الماليه فقط. نعم. لانه هذه الان انا اي واحد يبغى يعمل ان كان الامير نواف او اذا راح الامير نواف جاء احد غيره او اللي بيجي بعد الامير نواف، هو ان احنا امامنا ان احنا ننهي هذه القضيه بحذافيره بحيث انه يبدا الهلال بقوه ان شاء الله في الموسم القادم افضل. ممتاز. من الموسم الماضي. ممتاز. ثم الامير، تصف الاجتماع اذا بالناجح بكل المقاييس. نعم. نعم. سمو الأمير، سيكون هناك اجتماع قريب لمتابعة ما طرح في هذا الاجتماع؟ كونت لجنة، ما يحتاج، كونت لجنة من 3 من أعضاء الشرف ومع نائب الرئيس لمتابعة التوصيات اللي صدرت من مجلس أعضاء الشرف اليوم. جميل. سمو الأمير، أنت كنت المضيف لكل أعضاء شرف نادي الهلال اليوم، ليست المرة الأولى لسموكم، طوال تاريخكم مع الهلال كنموذج لأعضاء الشرف، لكن أريد أن أسأل سمو الأمير، هل كان هناك استبعاد لدعوة أي من أعضاء الشرف أم وجهت للجميع؟ أبداً. بصراحة سمو الأمير، أبداً لم يكن في استبعاد لأحد إطلاقاً، لا من قريب ولا من بعيد. إحنا وجهت الدعوة للجميع. أنا اتصلت بالجميع، والأخوان في مجلس الإدارة اتصلوا باللي كل واحد كان وصلنا إليه دعيناه الميت. جميل. نسينا أحد؟ ما أعتقد نسينا، لكن يمكن ما وفقنا بالتواصل معه. نعم. أرجو لكم التوفيق، اجتماع ناجح إذن لنادي الهلال، بالتوفيق في نتائجه في الموسم المقبل وفي الأيام القليلة المقبلة. شكرا جزيلا الأمير نواف محمد، عضو شرف نادي الهلال، الذي استضاف هذا الاجتماع الكبير لشرف النادي الأزرق. وتحولوا إلى الرياضة، التحقوا بنا من هناك دكتور ترك العواد، لاعب الهلال السابق، وأيضا هو محلل قناة العربية اليوم. يعني حرصت بمعرفة بأنه لاعب نادي الهلال السابق على موضوع الهلال. تركي، أيام كنت لاعب ويقولون أنه اليوم اجتماع أعضاء شرف، إيش كنتم تتأملون كلاعبة بصراحة؟
أول نقطة أنا أعتقد في اجتماع أعضاء الشرف، طبعا هو تاريخي مو شيء جديد، أنه في جانب من الثقة في داخل النادي وخارج النادي، سواء كان الجمهور أو اللاعبين، أنه أعضاء الشرف قادرين على حل المشكلة وليسوا من النوع المؤزم للمشكلة. أحيانا تكون في مشاكل سواء مع المدرب أو مع اللاعبين الأجانب، أو مشاكل مالية أو مشاكل فنية، مستوى اللاعبين مستوى الفريق في موسم أو في نص موسم. دائما الاجتماعات تخرج بأشياء إيجابية، إما مساعدة الفريق، عمرها ما أزمت، ما أتذكر أنا أنه كان في اجتماع لأعضاء الشرف ما ظهر فيه جانب إيجابي وحل للمشاكل. لذلك دائما الاجتماعات يكون فيها ترقب إيجابي لحل المشاكل المالية، لحل المشاكل الفنية، أو تعيين شخصيات معينة. طيب هذا الاجتماع، هذه القضايا، فدائما هذا الاجتماع تركي، يعني أنت كيف تقرأ رؤى جماهير الهلال تجاهها وطموحاتهم وأحلامهم تجاه هذا الاجتماع كجماهير؟ طبعا هذا الاجتماع أقل سخونة من العادة، عادة يكون في سخونة الحقيقة، لأن في اختلاف وجهات النظر، إما على المدرب، إما على لاعبين، إما على رؤية معينة. ولكن هذه المرة أشوف في شبه اتفاق بين الهلاليين على يعني ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه الأمير نواف بن سعد يجب أن يستمر، يعني ما شفت أنا من خلال الهلاليين اللي أنا شفتهم أنه أحد حتى في النتائج الأخيرة أحد يعني طالب برحيله، على العكس الناس تقول المفروض ما يبقى ويكمل فترته، فهذه أصلا متفق عليها. الجانب الآخر أنه المشاكل المالية هي العائق الأكبر في نجاح هذه الإدارة في الفترة الماضية، سواء إلغاء عقد المدرب أو تعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية أو أي يعني قرارات كان ممكن الإدارة تتخذها لو كان عندها يعني بحبوحة مالية وقدرة على أنها تتخذ قرارات. لأن نعرف اليوم أي قرار مكلف، إما تعاقد مع لاعب جديد أو إلغاء عقد لاعب أو إلغاء عقد مدرب أو أي تغيير باستقطاب حتى لاعب محلي، أنا تصورنا يعني. النقطة الثالثة اللي أيضا في شبه اتفاق كبير بين الجماهير الهلالية هو أنه مدرب لا يبقى، يعني هذه أنا أعتقد ثلاث مواضيع. لذلك الاجتماع ما كان فيه كثير من الترقب، كان فقط أنه اجتماع مالي أنه تحل المشاكل المالية للفريق، ولكن بقية الأشياء اللي هي حتى الأمير نواف بن محمد تكلم عن أنه ما ناقشوا موضوع استقالة الأمير نواف بن سعد، لأن في شبه إجماع أنه يستمر. جميل، يعني حتى المدرب وشكل الهلال ما ناقشوا، تركوا للإدارة. صحيح، لأنه أنا أعتقد أنه في شبه إجماع أنه مدرب ما يستمر، يعني من فترة من على الأقل ثلاث أربع أسابيع كان فيه يعني الجمهور الهلالي وأعضاء الشرف والناس القريبين من الهلال، حتى أعتقد بما فيهم الإدارة خلال الفترة الأخيرة، صار فيه يعني قناعة كاملة أنه الفريق طلع من سيطرة المدرب، وأنه استمرار المدرب مع الفريق يعني مسألة شبه محسومة. لذلك ما كان فيه ملفات ساخنة حقيقة في الاجتماع. نعم، ملف الساخن أنه الهلال يستطيع تقليص ديونه إلى 40 مليون، هذا شيء مهم، يستطيع التسجيل في السنة المقبلة بالنظام الجديد، وهو يمكن يكون الآن أول الأندية التي تعلن عن ذلك، أنه لن يكون نادي معاقب في الموسم المقبل الذي ستكون فيه عقوبات، خصم نقاط ثم خصم نقاط ثم أيضا تهبيط للدرجة الأدنى ما لم تنقص الديون. ألا يكفي هذا تركي لوصف هذا الاجتماع بالناجح؟ بكل تأكيد، أنا ما قلت أنه مش ناجح، أنا معه أنه ناجح ومتوقع أصلا قبل. أنا أسأل فقط، أسأل يعني، ما عارضك بس أسأل. لا ممكن أحد يفهم أني أنا قلت أنه مش ساخن معناته أنه اجتماع ما له قيمة، لا على العكس. لكن الاجتماع أصلا من قبل الاجتماع كان فيه شبه اتفاق على كثير من الملفات، التركيز على الجانب المالي بشكل كبير. الاجتماعات دائما اللي انت قلتها، دائما الاجتماعات عند يعني عند الامير نواف محمد تكون ناجحه. انا اتذكر لما يعني تنصب الامير عبد الرحمن بن مساعد في الاجتماع، يعني كثير من الاشياء اللي اصلا دعت للتفاؤل قبل الاجتماع، انه دائما الاجتماعات عند الامير نواف محمد تكون فيها نتائج ايجابيه، اضافه لانه اعضاء الشرف في هالوقت حسوا بانه فعلا النادي يعاني. نشوف المشاكل اللي صايره في الاتحاد، المشاكل اللي صايره في الاهلي، المشاكل اللي صايره في النصر، عدد من الانديه تعاني. الهلال دائما يعتقد او جمهوره او اعضاء الشرف انه بعيد عن المشاكل الماليه، لكن ظهر انه في حوالي تقريبا 100 مليون ممكن تكون على النادي ديون. صحيح، النادي محتاج انه يسدد، لان نعرف ان السنه القادمة 50 مليون الحد الأعلى للديون المتقبلة أنها تكون للنادي عشان يقدر يسجل. فكثير من الأشياء
إضافة لأنه الفترة الماضية الهلال عانى بسبب المشاكل المالية، الرئيس طبعا قدم استقالته طيب. وكان يتكلم عن الجانب المالي، ما تكلم عن أي جوانب صحيح. أخرى. صحيح صحيح. شكرا دكتور تركي العواد على هذا التعليق على الاجتماع الذي كان منتظرا لأعضاء شرف نادي الهلال، شكرا جزيلا لك. الوقفة الأولى ثم نقول. أمير كردي السعودي الذي لا يتحدث العربية هل يغادر الأهلي إلى فريق محلي آخر؟ ظهير الأخضر ضيف في المرمى. وفي استعادة لأحداث الموسم كيف يمكن تقييم مستوى الحكام وهل تأثرت النتيجة النهائية بقراراتهم؟ أنت في أيدي أمينة مع بريدجستون. كلما قدت سيارتك تذكر هناك مساحة بحجم اليد هي التي تربط إطارك بالطريق، هذا يعني أنها مساحة من أربعة أيدي التي تحملك إلى أهم رحلات الحياة. لذا عندما تقول لأحبابك مع السلامة كن حريصا أن تعود سالما لهم. عندما يتعلق الأمر باختيار إطارات لسيارتك اعرف في أيدي من تريد أن تكون. مع بريدجستون. 15,000 شهريا بانتظاركم مع نجوم كفاءة، ما عليك إلا تتأكد وتبلغ. لمعرفة الشروط TAQA.SA المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتبقى. دالة من الطبيعة. انتبه لا تقم بسلوك مشبوه، لأن كل نشاطاتك اليومية، كل تحركاتك، كل كتاباتك، وكل عمل تقوم به تحت المراقبة، محفوظ في ذاكرة الكاميرات. ماذا سيكون المقابل لهذا الأمن المتزايد؟ وثائقي يعرض دخول أجهزة المراقبة والرصد إلى حياتنا. أجهزة المراقبة الذكية الجمعة 11 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد. أمير كردي ولد في الرياض ونشأ في اليونان لأم يونانية وأب سعودي، لم يكن يعرف عن وطنه أي شيء غير بعض القصص الصغيرة. فجأة عاد إلى الوطن، ولكن إلى جدة كمواطن، كلاعب مواطن في واحدة من قلاع الكرة في البلاد. ديما محمد السائح تقدم له قبل أن أستقبله. سبتمبر كان له طعم مختلف. في هذا الشهر رأت عيناه النور في 1991 في السعودية، وبعد 7 سنوات من ذات الشهر عرف أمير كردي أنه سيعيش سنواته بين بلدين لا يتشابهان أبدا، ولكن يجمعهما عشق واحد، المستديرة. يذكر في اليونان لحظات سعيدة قضاها على شرفة منزله، مؤمنا بفكرة أن ثمة ما سيتغير بحياته في سبتمبر. به جهز نفسه للعب في صفوف فئة شباب بانيونس اليوناني عام 2009، وهو حائر بين الرغبة في اللعب وبين شوق غريب لرائحة الكتب والأوراق والحقائب الجديدة. الفريق الأول لبانيونس مثله أمير كردي عام 2010، ولغاية 2014 شارك معه في أكثر من 60 مباراة ولم يسجل معه سوى هدفا واحدا. دهشته من سبتمبر تجددت، ففي عام 2014 اختار أن يعيش في السادس منه، إحدى قصص غرامه في جدة وبالتحديد مع الأهلي. الموسم الأول لصاحب القميص رقم 77 لم يكتب له سوى المشاركة في 3 مباريات فقط بالدوري المحلي،
ولم يلعب سوى 240 دقيقة، ويبدو أن الرقم 3 لم يفارقه مع الأهلي، حيث كتبه بعدد المباريات التي شارك بها الموسم الذي تلاه، صنع خلالها فرصتين لزملائه ومثلهما تخليصاً للكرة. إجمالي تمريراته وصل إلى 58 بدقة بلغت 78%. عروس البحر الأحمر دفعت بأمير كردي إلى عشق النادي الجداوي الفائز بلقب الدوري السعودي، ودفعته أيضاً إلى ارتداء الشماغ والاستمتاع بتعلم اللغة العربية وإدمان المطبق والمعصوب، وهو ما يزال مؤمناً أن سبتمبر سيدهشه يوماً وينبئه باستدعائه لارتداء قميص الأخضر. ديما محمد السائح، العربية. ومن جدة يلتحق بنا كابتن أمير كردي لاعب الأهلي السعودي. كابتن أمير أهلا بك، شكرا لحضورك، أتمنى لك التوفيق في مستقبلك. أريد أن أسأل أولا، مع أن قصتك كلها مثيرة في كرة القدم وخارج كرة القدم، لكن أريد أن أسألك أولا، كيف تقيم تجربتك حتى لا مع النادي الأهلي السعودي؟ هلو، السلام عليكم. عليكم السلام. Thank you for the invitation. شكرا على استضافتي. I wanna say my experience for أود أن أتحدث عن خبرتي، أنها كانت تجربة جيدة ومفيدة، وكانت حياتي هنا في جدة تسير على ما يرام وممتازة. أرجو لك التوفيق. عقدك كابتن أمير ينتهي مع الفريق السعودي في نهاية هذا الموسم، هل التجربة مع الأهلي تشجعك لو لم تجدد عقدك مع الأهلي إلى الانتقال إلى فريق محلي آخر بصفتك لاعب مواطن أنت؟ شكرا جزيلا. نعم، إن عقدي على وشك أن ينتهي في نهاية الموسم، وأتمنى لو تتاح لي فرصة البقاء في جدة، لأنه أعتقد أنه يتوجب علي أن أعطي الكثير. نعم، سمعت أنا من الأهلاويين بأن هناك مفاوضات لإبقائك في الأهلي، إلى أين وصلت هذه المفاوضات؟ نعم، أتحدث هل المفاوضات بينك وبين الأهلي الآن في طريقها إلى أن تجدد عقدك مع الأهلاويين؟ كلا، لم نتحدث حتى اللحظة، لكن آمل في الأسبوع القادم أو في الأيام القليلة القادمة سوف نعمل على تجديد العقد مع، وسوف يكون لي اجتماع مع أعضاء الفريق والمدرب والطاقم الإداري من أجل هذا الغرض. نعم، أمير، عندما كنت في اليونان، عندما كنت لاعبا في اليونان، هل كنت تعرف أي شيء عن الكرة السعودية؟ هل كنت تتابع الدوري السعودي أو الأندية؟ صراحة لم أكن أشاهد كرة القدم السعودية إلى حد كبير عندما كنت في اليونان، فكنت ألعب مع النادي المحلي وكان جل اهتمامي وتركيزي منصب عليه، لذا قررت أخيرا أن ألتحق بموطني الأصلي لأتعرف على كرة القدم السعودية عن قرب. كيف ترى مساهمتك الآن؟ الأهلي يفوز باللقب الأكبر في السعودية، لقب الدوري السعودي، كيف ترى مساهمتك كلاعب في هذا اللقب؟ هل أنت راض عنها؟ نعم، أنا سعيد بأداء هذا النادي وفخور بما حققه من نتائج، لأننا استطعنا أن نفوز ببطولة الدوري
فهذا أمر يدعو للفخر للموظفين وللطاقم الإداري، وأود أن أقول للإدارة المسؤولة عن النادي، أود أن أتقدم لها بجزيل الشكر عن إتاحة الفرصة لي للمساهمة. طيب، لعبت في الدوري اليوناني والآن تلعب في الدوري السعودي، كيف ترى المنافسة بين المسابقتين؟ كيف رأيت هذا العام المنافسة على اللقب في الدوري السعودي تحديدا؟ نعم، كنت ألعب مع أحد النوادي في اليونان، وهناك فارق مع نظيره السعودي، فبطولة الدوري أكثر قساوة ومنافسة في السعودية. فمثلا مع الأهلي مثلا هناك منافسات تتم ولا يمكن إلا للفريق الأفضل أن يفوز بها. جميل. أمير، بصراحة هل شكلت اللغة لك مشكلة للانسجام مع الفريق؟ يعني أنت أول ما وصلت ما كنت تعرف كلمات عربية، إلى الآن لا تعرف إلا كلمات بسيطة، كنت تتحدث اليونانية فقط، أيضا كانت لغتك الإنجليزية بسيطة جدا، فكان اتصالك باللاعبين صعب، هل كانت مشكلة بالنسبة لك؟ كلا، لا أعتقد ذلك. رغم أنني لا أتقن الإنجليزية تماما ولا أتحدث العربية أيضا، لكن كنت قد استطعت أن أبني علاقة طيبة مع كافة زملائي واللاعبين الآخرين في الفريق، وهي لم تكن حجر عثرة قط في أي يوم من الأيام منذ اشتراكي مع النادي. نعم، أنت مواطن سعودي من أب سعودي صحيح وأم يونانية، لكن لذلك كونك مواطن سعودي ألم تفكر في دراسة اللغة العربية الآن؟ هذا صحيح، لم أدرس العربية لأنني كما تعلمون تركت السعودية عندما كنت في السادسة من العمر إلى حين العام 2014 أو 2015 عندما عدت مجددا إلى السعودية، لكن إن شاء الله أتمنى أنني إذا ما بقيت هنا في السنة القادمة سوف تكون أحد أهدافي دراسة اللغة العربية وإتقانها. أرجو لك التوفيق أمير. أريد أن أسألك ختاما، أنت تلعب في مركز الظهير الأيمن، رشحت في الموسم الماضي لانضمام المنتخب السعودي، من يعجبك من اللاعبين الذين يلعبون في نفس مكانك في الدوري السعودي في الظهير الأيمن؟ يروح لي سيفو، فهو لاعب جيد. نعم نعم، عبد الشافي، نعم شيفو عبد الشافي. لاعب الهلال، وهو من نادي الهلال. نعم، ياسر الشهراني أيضا من نادي الهلال. نعم نعم، أرجو لك التوفيق أمير كردي، أنا سعيد بمحاورتك، أريد كنت أن يعني نطول أكثر في الحوار، لكن هذا ما تستطيعه الحقيقة من خلال الترجمة، وأرجو لك التوفيق، أرجو أن أحاورك في العام المقبل باللغة العربية بالكامل. شكرا جزيلا لك أمير كردي، اللاعب السعودي، لاعب أهلي جدة، بطل الدوري، شكرا جزيلا. في استعادة لأحداث الموسم، كيف يمكن تقييم مستوى الحكام؟ وهل تأثرت النتيجة النهائية في الموسم سواء في كأس ولي العهد أو الدوري أو في الوصول لنهائي كأس الملك بقرارات الحكام؟
في الحديث عن هذا الموضوع يلتحق بنا الحكم المونديالي خليل جلال، هو عضو أسرة برنامج في المرمى أو الرياضة على العربية بشكل كامل. كابتن أهلا بك. أهلا وسهلا. كيف تقيم الموسم تحكيميا؟ طبعا أول موسم بقيادة هوارد ويب. نعم. الحقيقة لا نستطيع أن نتكلم ونقول بقيادة هوارد ويب، لأنه ما زال هوارد ويب يصنع أو يبني الفكرة اللي سيبدأ فيها مع موسم قادم أو مع اتحاد جديد إذا إذا تم التغيير. قياسا بالمواسم السابقة لم يحدث هناك أي تغيير حقيقة في المستوى العام. ظهرت أسماء جديدة لكن حقيقة ظهرت متأخرة مع هذا في النصف الثاني من الدوري تقريبا. لا، حتى لو ظهرت من بداية الدوري لكن قياسا بعمل اللجنة من ست سنوات تعتبر ظهورها متأخر تماما. طيب. احنا شاهدنا جرأة هذا العام في اسناد بعض المباريات المهمة لحكام، يعني اول كان في عقدة نعطوها الحكم القديم بس جي. حضور الحكام الشباب في هذا الموسم حضور ملفت وواضح، يعني زج يمكن ثلاثة حكام اعتبروا حكام شباب وحكام صغار. نعم. حقيقة في نعم. في هذا الموسم أدوا اللي عليهم حقيقة، أداهم كان يعني حقيقة جيد. نعم. لكن حقيقة أنا كنت أطمح وكنت متعشم إنه حقيقة يظهروا قبل موسمين من هذا الموسم، السنة هذه يكون فترة نضوج لهم، يستطيع إنه تستطيع لجنة الحكام أن تغامر فيهم أو أنها تسرد لهم مباريات أقوى بكثير أو أنهم. نعم. يخرجوا الدوري بشكل أفضل من اللي شاهدنا. ممتاز. قرارات الحكام هذا الموسم هل أسهمت في تغيير أو في النتيجة النهائية، يعني كأس ولي عهد دوري ونهائي كأس الملك الآن؟ الحقيقة قياسا ابتداء بكأس ولي العهد، الحضور الملفت للنهائي اللي حضر فيه الحكم السعودي بشكل رائع حقيقة، خلينا نقول انه مسح كل الاخطاء اللي كانت في المسابقه نفسها. والحقيقه لم تكن هناك اخطاء مؤثره كبيره في كاس ولي العهد. وجود الحكم السعودي في النهائي اعطى للطابع للتحكيم المحلي. جميل. المسابقتين الاخرى مسابقه دوري المحترفين الحقيقه خلينا نقول انه تم اختصار التكليف لحكام معينين او الحكام يعني ارتكبوا أخطاء كثيرة في الموسم. نعم. الأندية في بداية الدوري الأندية بشكل عام لم ترضى أو لم يكن حقيقة هناك نية لقبولهم أو الجمهور بشكل عام أو الرأي العام لقبولهم في نهاية الموسم، هذا أثر عليهم كثير في دوري المحترفين. طيب. لم يظهروا بالشكل حقيقة اللي احنا حماية الحكام كانت جيدة؟ أتكلم في الإعلام حقيقة خفت التصاريح، التصاريح كثير خفيفة. الموسم هذا موسم استثنائي بالنسبة للهجوم ضد التحكيم بغض النظر عن تويتر، يمكن عشان العقوبات غير العقوبات. الحقيقة التنافس كان كبير وكانوا يطمحوا الرأي العام أو الرأي أو خلنا نقول الإعلام المتعصب كان يطمح إنه ما يضغط على جهة التحكيم أكثر حتى لا يحدث ردة فعل. أي. فكانوا يعني متوازنين، كانوا متجهين. طيب. تقريبا اقل موسم في حكام اجانب السنه هذه ليش؟ هذا مش هو الاقل الحقيقه، الاقل مقارنة في بالعام. لكن مقارنه بالعام العام حضر 28 حكم 28 طاقم عفوا، السنه هذه حضر 21 طاقم بس. عدم منافسه النصر، عدم منافسه الشباب، عدم منافسه الاتحاد بشكل ملفت، ما استدعوا حكام هذول، ما استدعوا حكام. كذلك حسم الدوري. أي. بالنسبه للاهلي في قبل جولتين من نهايته. حقيقة القضايا اللي تكررت أكثر مرة، كرة تجاوزت الخط، الكرة تجاوزت خط المرمى. جي. الآن تقنية خط المرمى هل يمكن أن تستخدم في السعودية؟ أيضا الحكم الخامس على خطوط التماس، يعني احنا شفنا في أهداف سجلت وكرة خرجت من التماس. ما تكلم عنه اللي هو الحالتين اللي هو الحكم الخامس وتقنية المرمى، هذه الآن التوجه العام بالنسبة للعالم أو بالنسبة للرياضة الاحترافية وجود هذه التقنيتين اللي بالنسبة للحكم الخامس في، يعني خلنا نروح بعيد شوية عن موضوع. نعم. التطبيقها في كل المباريات، خلنا نقول المباريات الأهم، المباريات الحساسة. صحيح. المباريات أصلا ما هي حتى التقنية ما تركب على كل الملعب. وبالضبط. أيه. بالنسبة لتقنية خط المرمى كذلك. أيه. نفس الموضوع، الحكم الخامس نفس الموضوع. أنا أتوقع يعني حقيقة ليش ما يكون في حكم خامس؟ العدد لا يكفي؟ العدد موجود عندنا أكثر من 800 حكم في المملكة. يكفي وموجود، لكن ممكن من ناحية ممكن كابتن هو ممكن يطبق في مكان في مباريات ومباريات لا، يعني مباريات ثلاثة حكام ومباريات خمسة حكام. هي ممكن ممكن ما في ممكن مو لازم توحد. لا أبدا. المباريات. طيب. التقنية في أربع ملاعب في السعودية جاهزة، ملعب الشرقية وملعب الرياض وملعبين في الرياض وملعبين في جدة، خمسة ملاعب. هذه الملاعب الأهم، والمباريات الديربي ومباريات الكلاسيكو متقاملة في هذه الملاعب.
تأخر الاتحاد السعودي؟ الاتحاد السعودي الرياضة كاملة تأخرت حقيقة في هذا الموضوع في بالتحديد، في هذا الموضوع أو في موضوع تطوير التحكيم بالذات. نعم، بشكل عام سنة أولى لهوارد ويب جيدة جدا، فيها تطوير. تتهرب أنت من أن يسميها السنة لهوارد ويب؟ لا، أنا حقيقة أتكلم عن هوارد ويب كاسم أحضر حقيقة، كان له دور كبير في حضور أشهر حكام العالم في الدوري المحلي، وهذه إضافة كبيرة. كان اختيارات جيدة، اختيارات أكثر من رائعة. نعم، لم يكن هناك أي حكم أقل من مستوى الحكام بشكل عام. كذلك خلنا نعطي هوارد ويب هذه الفرصة السنة، هذا الموسم، هذا ليعد حقيقة الأجندة حقول للموسم القادم، وهذا أمر مهم جدا. أنه حرام تحكم على شخص. الرقابة المالية قد تطبق في الدوري السعودي في المواسم المقبلة، الرقابة المالية على الحسابات البنكية. جيد، هذا واحد من المشاريع اللي قدمها هوارد ويب. أنت مع؟ أنا مع. يطبق في الدوري الإنجليزي، يراقب حساب البنكي للحكم. لابد أن يراقب. لابد. لأخذ النزاهة موجود، النزاهة مطلوبة حتى يعني درء المفاسد. شكرا جزيلا كابتن خليل مفاسد. جلال. الوقفة الأخيرة نتابع بعدها. علميا، كيف يتم إعادة تأهيل اللاعبين بعد انتشار فضائح تخصهم على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أنت في أيدي أمينة مع بريدجستون. بروح للباب هو حيجي يا عالم فوق ما ترى عنك العالم اذا ما ادري عنه. ها لا يا ابوي، ادري عنه ويدري عنه بعد. انت اقرب للناصر مع باقة العالمي، اشترك واستمتع بالعديد من المميزات الحصرية. للاشتراك في الباقة ارسل الناصر الى 1100. ندري عنه يا الحبيب. مهما اختلفت طرق تعبيرنا عن المحبة، يبقى طعمها دايما أحلى بالمشاركة. لبن المراعي للمحبة طعم. من مملكة العز انطلقنا، ولكل قارات العالم وصلنا. العربية للعود، نعطر الدنيا بأصالتنا. الفكر الإسلامي يمكن الزعم بأنه يكاد يكون فكرا كونيا. التشدد هو ليس قدرا مقدورا، هو وليد ظروف، وحينما تزال تلك الظروف يسوء. المفكر والناقد المغربي الدكتور محمد مفتاح. الظرف الذي نعيشه نحن العرب والمسلمين تحديدا الذي يجعل التشدد موجود فينا الآن. منارات مع محمود الورواري، السبت 8:30 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد. علميا، كيف يتم إعادة تأهيل لاعب انتشر له مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي؟ البعض ممن شاهد هذا المقطع قد يسميه فضيحة، والبعض قد يمر عليه مرور الكرام. كيف يمكن دراسة هذه الحالات نفسيا؟ قبل ذلك نذهب لحالات عالمية ثم نعود لنناقش أحد المختصين في ذلك. فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي نسب للاعب سعودي وأحدث ضجة. سلوكيات اللاعبين خارج المستطيل الأخضر، تحديدا بعيدا عن ساعات العمل في كل مكان، النادي أكثر ما يمكن أن يفعله هو فرض عقوبات انضباطية أو تمرينات انفرادية، إلا في حالات قصوى يقوم النادي بفسخ عقد اللاعب، كما حصل مع آدم جونسون لاعب مانشستر سيتي الذي تم الحكم عليه بالسجن بتهمة التحرش بفتاة قاصر. وبعيدا عن عقوبات النادي أو المنتخب، نظرة المجتمع مع اختلاف عادات المجتمعات هي من تؤثر على اللاعب. منهم من أخطأ وعاد وتألق، منهم من أخطأ وانهار واختفى بعدها، منهم من حافظ على مستواه، منهم من ازداد تألقا، ومنهم من لا يهتم للعقوبة أو للمجتمع.
قبل بداية مونديال 2010 ظهرت فضيحة جون تيري وعلاقته مع زوجة زميله في المنتخب واين بريدج. في النهاية سحبت شارة القيادة من تيري واعتذر بريدج عن المشاركة. تيري بقي مستواه ثابتا، أما بريدج فهو من تأثر واختفى عن الساحة الكروية، ومن من اختفى عن الساحة الكروية بسبب سلوكيات خارج الملعب لاعب يعتبره البعض الأفضل تاريخيا، البرازيلي رونالدينيو التي لم تنفع معه التحذيرات أو العقوبات. على طريقة رونالدينيو الإيطالي بالوتيلي تنبأوا له بمستقبل باهر وتوالت مشاكله، وآخرها ضبطه متلبسا بالتدخين في مرحاض على متن قطار أثناء رحلة فريقه ميلان إلى فلورنسا. نهاية عام 2014 ضرب جيرارد بيكي مدافع برشلونة شرطيا، وانتشر فيديو للحادثة. برشلونة لم يعاقب بيكي وبيكي لم يتأثر مستواه. أحيانا تتفاوت العقوبة الانضباطية بحسب قيمة اللاعب، عندما كانت فضيحة الثلاثي الفرنسي بنزيما وريبري وسيدني جوفو مع الفتاة القاصر زاهية. في النهاية وقبل مونديال جنوب أفريقيا اكتفى منتخب فرنسا بعدم استدعاء جوفو، ولكن لم يستطع الاستغناء عن كريم وريبري. رايان جيكس ويلزي مانشستر يونايتد قضى مسيرة كروية طويلة عرف بانضباطه وأخلاقه خارج الملعب، ومع نهاية هذه المسيرة كانت فضيحة مدوية. علاقة جنسية تجمعه بزوجة أخيه، النادي لم يفرض عليه أي عقوبة ولكن زوجته أشرت له البطاقة الحمراء الشهر الحالي. الألماني أوليفر كان أحد العلامات في تاريخ حراس الماكينات، كان الجميع يرى فيه نموذج اللاعب الملتزم في حياته ومع أسرته. عام 2003 انكشفت علاقته الجنسية مع أحد الفتيات وقبل أن تنجب زوجته بأيام. وين روني، رونالدو وكريستيانو، ميسي، أشلي كول، مارادونا، كل هذا ربما طي الشباب. إليكم مدرب نادي إيفرتون روبرت مارتينيز. رفيع الحلو العربي. بعض المشاهد ربما تكون بحسب ثقافة البلاد هي عادية، ولكن بحسب الثقافات العربية والثقافات أيضا الخليجية لها خصوصيتها الخاصة التي ربما لا تقبل مثل ذلك. أيضا من منكم ليس له صبوة، لاعبون كثر يقعون في أخطاء، ولكن هذا ليس معناه أن ننسف تاريخهم أو ننسف مشوارهم الرياضي للأبد، بل لابد أن يعاد تأهيلهم أفضل ويعودون بشكل أفضل إلى المجتمع الرياضي مع الاعتراف بأخطائهم وتقديم اعتذارات. ينضم إلينا في الاستوديو دكتور أحمد جمال، أخصائي الأداء الذهني والنفسي للرياضيين. سبق أن عمل محضرا نفسيا للكثير من الأندية أو فرق الأندية. دكتور أهلا بك. حياك الله دكتور. أنت تابعت القضية وشرحت لك أنا تحت الهواء شو اللي صاير في الدوري السعودي. طيب أوكي، الفيديو اللي تم انتشاره. عندما يقع اللاعب في مثل هذا الخطأ، يعني أكيد ما نقول خلاص أنت حتدخل جهنم أو أنت خلاص يعني نشطبك، ولكن لابد أن هناك يكون إعادة تأهيل. أكيد. شلون نتعامل مع لاعب وقع في مثل هذه الأخطاء؟ في طبيعة الحال نحن نتحدث عن سلوك. هذا السلوك له أيضا يعني علاج لهذا السلوك. نعم. أسباب هذا السلوك، نحاول أن نتعرف على هذا السلوك. في البداية احنا نتحدث هنا عن نقطة جوهرية وهي عملية التأهيل، كيف نؤهل هذا اللاعب من بعد هذا الموقف، هذا الموقف المتأزم بالنسبة له. احيانا ممكن يكون نفسي، احيانا يكون ذهني، واحيانا يكون يعني يسايره طول، واحيانا يكون تهور، اي طول حياته يكون معاه هذه الصورة الذهنية موجودة عنده في العقل. جميل. نحاول أن يعني نبني له صورة إيجابية غير الصورة هذه في ذاته، في داخله، في داخله صورة إيجابية. دائما نرسم له هدف، ما هو الهدف الذي يسعى له بعد هذه المرحلة. وبالتالي الهدف إذا ارتسم هذا الهدف بصورة ذهنية واضحة جدا، استطاع هذا اللاعب أن يغير مساره وأن يحدد توجهه غير توجه السابق. جميل. هذه صورة ستكون الصورة هذه أفضل من الصورة السابقة. نعم جميل. نعم جميل. وبالتالي يعني هناك عدة مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، حتى نستطيع أن نصل إلى مستوى أفضل من المستوى السابق. جميل. لا ننسف اللاعب رغم هذا الخطأ البسيط، إلا أن يعني هناك محددات يعني أيضا ومستويات. جميل. نحاول أن نتعامل مع هذه المستويات في هذا الحدث. جميل جميل دكتور. طيب لاعب يعني أكيد بيصير عنده نوع من الانهيار النفسي في الداخل عندما تحدث مثل هذه القضايا. نعم. هل تأنيبه بصورة قاسية وتقريعه على الملأ أمام الناس
مفيد للنشئ أم غير مفيد للنشئ؟ والله الصورة هاي بحد ذاتها على حسب المعطيات، على حسب الموقف. إذا كان الموقف يستدعي نشرها كصورة يعني تحذيرية، أيضا تحذيرية للآخرين، توضع، لكن ما ليس بهذا الشكل، ربما يعود هذا اللاعب وبالتالي هذه الصورة سوف تؤثر عليه مستقبلا. لذلك لا، يجب أن نكون حذرين يعني في هذا الموقف والتعامل مع هذه الوضعية. التعامل مع هذه الوضعية، هناك عندنا أساس، شيء أساسي لهذا اللاعب، وهي عملية الطلب، عملية الهدف. نضع له هدف، وبعد هذا الهدف صورة ذهنية حية في المستقبل. طيب. نضع له يعني مشاعر للمستقبل غير تلك المشاعر، حتى نصلح من حال هذا اللاعب. طيب. يستطيع أن يتعامل مع حالته في الملاعب، يكون أفضل من الحال السابق. ممتاز ممتاز، كلنا نخطئ دكتور، أكيد ما في شك، أكيد بالذات في فورة الشباب في الأعمار ما بين 20 إلى 30 سنة، وهي عمر اللاعبين يعني النجوم، لابد أن يقعوا في أخطاء إلا ما ندر، ولسنا ملائكة والملائكة لا تسكن الأرض، أكيد. كل الناس يخطئون، لكن دكتور كيف يمكن أن نقدم هذه الزاوية للنشئ؟ النشئ يرى في هذا اللاعب بأنه قدوته، ويقلده في قصة شعره، ويقلده في لبسه وطريقة لبسه، ويتفاجأ أنه يقع في مثل هذه المشاكل. كيف يعني ماذا نقول للنشئ عندما يرى نجمه المفضل في مثل هذه المواقف؟ عملية القدوات هذه مشكلة كبيرة جدا. دائما يجب أن تكون نظرتنا، خصوصا نحن كلاعب عرب، اللاعبين العرب لهم صورتهم تختلف عن صورة اللعيبة الأجانب، وبالتالي لابد أن يلتزموا بقيم معينة. يجب أن تكون هذه القيم واضحة حتى للنشر. إذا حدث الخطأ، لا، في حالة حدوث الخطأ يجب أن يصحح هذا الخطأ من اللاعب، يصحح في النشأ، لابد أن يقدم اللاعب اعتذار، يقدم اعتذار، صورة جميلة، صورة جيدة، يعني مو عيب يطلع يقول أنا أخطأت، تراني ماني بقدوة. لا، أكيد أكيد مو عيب، مو عيب يكون أنا أخطأ. جميل، شكرا على هذه التوضيحات دكتور أحمد جمال، أخصائي الأداء الذهني والنفسي للرياضيين. حياتي. شكرا جزيلا لك. الله يبارك. شكرا. وهذه الرياضة في دقيقتين. غرمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة السعودي فيكتور بيتور كمدرب اتحاد جدة ولاعبي محمد نور وجمال بجندوح ما مجموعه 55 ألف ريال بسبب امتناعهم عن حضور المؤتمر الصحفي واللقاء التلفزيوني بعد مباراة النصر في الدوري. فشلت محاولة إدارة الشباب بالوصول إلى حل مع لاعبها أحمد عطيف بخصوص شكواه التي تقدم بها لدى المحكمة حول شيك بدون رصيد سلمه له النادي. وبحسب مصادر العربية فإن وكيل اللاعب طلب حل مباشرا للقضية، بينما قال رئيس النادي عبد الله الجريني إن خزانة النادي خاوية. أشار جورجيوس دونيس مدرب فريق الهلال أن مباراة ناديه أمام الفيصلي اليوم الخميس في الدوري ستشهد مشاركة عدد من لاعبي الأولمبي ضمنهم عبد المجيد سواط، فهد غازي وأحمد شرحيلي، بحسب ما جاء في مؤتمر صحفي عقده في مقر النادي. جدد أسامة هوساوي لاعب أهلي جدة رفضه العرض المقدم من ناديه مطالبا بتعديل المدة ورفع المقابل المالي للاستمرار مع الفريق. وبحسب خبر نشر على العربية نت فإن اللاعب استمر بالتواصل مع مسؤولين هلاليين للتباحث حول عودته إلى الفريق العاصمي فيما تعثرت مفاوضاته مع النصر بعد استقالة الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي وأغلب أعضاء مجلس إدارته. تبدأ اليوم في المكسيك اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة يومين، وفي بنودها رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية. ألقاكم.